صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامجكم بيقولوا. هكون معاكم أنا ندى الفقي من دلوقتي ولمدة نص ساعة. في كتير بنسمع قصص تحت مسمى المصلحة، بس يا ترى المصلحة دي لو دخلت في علاقاتنا أو علاقة زي الجواز بتفشل ولا بتنجح؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال حلقتنا. بس خلوني في الأول أصبح على زمايلي الموجودين معايا في الاستوديو. صباح الخير يا ريم. صباح الخير يا ندى، وصباح الخير يا سارة، وصباح الخير على أحلى مشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. صباح الخير يا ريم، صباح الخير يا ندى، صباح الخير عليكم السادة المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال. خلوني يا بناتي أبتدي طبعا أعقب على موضوع الحلقة بقصة بسيطة ومختصرة. في شاب بيزنس مان مستوى كويس جدا لمصالح مشتركة في شغل مع راجل عنده بنت. الراجل ده بطريقة أو بأخرى أقنع بنته إنها تتجوز البيزنس مان ده تحت مسمى إن المصالح هتبقى أحسن، وإن طبعا مستقبل الراجل ده ماديا معتمد بطريقة كبيرة على شغله مع البيزنس مان ده. طبعا الجواز تم بدون أي مشاعر، بناء على أسباب مادية بحتة، من غير أي، ما فيش مودة، ما فيش ألفة بين الاتنين. طبعا بعد الجوازة ما تمت بسرعة جدا، حصل خلافات وحصل مشاكل. طبيعة الحال إن الجوازة مش مبنية على أساس إن هما يبنوا بيت، تمام. بعد كده حصل الطلاق. قولي لي رأيك. أنا شايفة إن لا شيء يعلو في حسابات الجواز على حسابات الألفة والمودة والحب. في القصة اللي انت حكيتيها يا سارة، انا شايفة ان كانت الحسابات حسابات اخرى، حسابات المصلحة وحسابات المنفعة وحسابات المال، وبالتالي الموضوع بيؤدي للطلاق ونسب كتير، او عشان كده نسبة الطلاق زادت في مجتمعنا. بالزبط. في الفترة الاخيرة المعدل زاد اخر فترة، في الفترة الاخيرة. وكمان يعني ده بيخلينا نوصل لنقطة مهمة جدا اللي هي موضوع حلقتنا، ان جواز المصلحة بيضر مش بيفيد. هنتكلم على ده بزيادة، بس هنطلع فاصل صغير ونرجع نكلمكم على الموضوع. استنونا. ونرجع السادة المشاهدين بعد الفاصل ونكمل كلامنا عن موضوع حلقتنا النهاردة، وهو جواز المصلحة. عايزين نقول الأول نعرف يعني إيه جواز المصلحة. بمعنى بسيط جدا، جواز المصلحة بيبقى مبني على أسس أو أهداف، مش عشان هو إن إحنا نبني بيت أو أسرة أو كيان. يعني جواز المصلحة ملوش مسمى في الشرع ولا في القانون، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن نقول هو إيه أسباب جواز المصلحة؟ تفتكروا إيه بلاد أسباب جواز المصلحة؟ في أسباب كتير. في أسباب نفسية. اللي أنا طبعا عارفاه عن الأسباب النفسية لجواز المصلحة إن هو بيبقى الشخص نفسه في مشكلة نفسية، بالمعنى الدارج اللي احنا بنتعامل بيه في او بنستعمله في الحياه اليوميه، شخص بتاع مصلحته او مصلحجي. يعني بيهمه بس الهدف بتاعه، مش همه الانسان، مش همه مشاعر انسانيه، مش همه اعتبارات اخلاقيه، هو واصل لهدفه بس. او التقليد زي مثلا التقليد الاعمى. زي القصه اللي انا قلتها دلوقتي ليكم للساده المشاهدين، انه مثلا الشاب ده برضو باصص لمصلحته انه شغله ممكن يكبر، والبنت برضو على فكره ليها عليها غلط ان هي ممكن تكون عايزه تتجوز عشان يكون الشاب ده في مواصفات صاحبتها بيحلموا بيها. فليه ما عايزه عنده عربيه، تقلد اصحابها. بالظبط. عايزه اتجوز زي صاحبتي، وعايزه يبقى عندي عربيه زي صاحبتي، وعايزه يبقى عندي فستان زي صاحبتي، والحاجات دي كلها. فطبعا بتبقى مشكله نفسيه بحته. انا شايفه كده بصراحه، يعني بيبقى الطرفين هم شركاء فيها، وفي الاخر طبعا بتفشل بنسبه 100%. طبعا في استثناءات، بس دي ما بتحصلش. انت طبعا هتشوق المشاهدين اكتر على الاستثناءات ده. يعني احنا مش هنشجعها، بس هنقولها برده عشان الحياه كلها مش رتم واحد. بالظبط، مفيش قاعده ثابته. هو المشكله كمان في جيل الاولاد اللي بيطلع معقد نفسيا. لما بيكون في اولاد بيطلع معقد نفسيا، اللي بيشوف المشاكل اللي بتحصل ما بين الاب والام، وخصوصا كمان ان بس مش كده بس الاسباب دي، فيك ساعات الجواز اللي هو بيبقى بقى اللي بيرسم. لما تلاقي مثلا واحد عايز يرسم على بنت صاحبة المدير، ولا صاحبة الشركة، ابن صاحب الشركة، بنت صاحب وتلاقي بقى ايه ده بيقعد يرسم قصص وحواديت عشان يوقعها في حبه. مخططات بقى، بيقعد يخطط جامد عشان يوقعها في حبه وغرامه. وهي لما تكتشف بقى يا بنات ان هو استغلها، ده بيبقى
بيبقى ايذاء جامد قوي يعني ايذاء نفسي، خصوصا لما في طرف من الاطراف يكتشف ان حد بيضحك عليه. بس عايزه اقول لك في ساعات اصلا يعني في بيبقى الطرفين متفقين على الموضوع ده، وساعات ان طرف مش متفق مع التاني. فزي عندنا امثله كتير في بقى طرف تاني حاسس، ولا انت شايفه ايه؟ في عندنا امثال كتيره يا ساره، اللي هي مثلا زي واحده اتاخرت في الجواز شويه، فمش عايزه الناس يقولوا عليها عنف، فبتروح مثلا تضطر ان هي تتفق مع واحد اقل منها في السن او اقل منها في المستوى الاجتماعي علشان يعني ترتاح من كلام الناس اللي حواليها، تخلص اللي هي تدفع الفلوس كمان. منتشر قوي. ممكن تدفع له فلوس يعني ده تبقى مصيبه من زن الناس اللي حواليها. لا هو بيبقى زي ما قالت ندى، هو بيبقى اتفاق ما بين الطرفين. وفي كمان عندنا برضو اللي هو الولاد اللي بتبقى عايزه الجنسيات، فبيتجوزوا علشان يسافروا بره لفرص الشغل، وفي حاجات كتيره تانية، اسباب تانية طبعا. امثله كتير فعلا، في امثله كتير زي مثلا واحده صغيره بتتجوز واحد كبير عشان بس الفلوس. وبمناسبه العنوسه دي كمان يا ندى، في لو تفتكروا تمثيليه سابع جار، البنت اللي اتفقت البنت اللي اتفقت مع زميلها في الشغل علشان هي عايزه تخلف، فكان في اتفاق بينهم انها تتجوز لفتره محدده عشان تجيب الاطفال البيبي، وبعد كده ايه الموضوع كل واحد يروح لحاله مقابل ان هي تتنازل عن المهر او النفقه او كده. لكن الاستثناء في الموضوع ده اللي احنا قلنا هنقوله يا ساره ان هم حبوا بعض، دي احلى حاجه على فكره في المسلسل تقريبا في المسلسل، بس ما تحصلش كتير. حبوا بعض وكملوا. وفي استثناءات بتحصل برضو، يعني فاكرين سمير غانم في ميزو لما كان بيرسم على نفسفس اللي عشان فلوسها وفي الاخر هي عشان كانت شخصيه كويسه غيرته وبقى حد كويس واتغير واختلف تماما. بس برضو يا جماعه دي استثناءات مش قاعده، مش قاعده. ارجوكم، لان احنا لا نشجع زواج المصلحة، لأن سلبياته أكتر من إيجابياته. سلبياته اللي هو بيحول الجواز من معنى المودة والألفة والرحمة للصفقة، بيحول البني آدمين لسلع تباع وتشترى، ودي حاجة إحنا مش معاها خالص. الاستغلال اللي أكتر حاجة صعبة في الموضوع إن طرف من الأطراف يحس إن الطرف الآخر بيستغله، وده بيبقى فيه إيذاء نفسي جامد جدا. يعني كفاية استغلال المشاعر، إن أنت واقفة بتحكي على حد بس عشان حاجة في دماغك معينة عايزة توصل لها، زي ما قلنا عشان دي بتبقى حاجة غير سوية نفسيا. يعني يبقى الشخص نفسه في حاجة مش سوية، ان هو عارف ان هو بيضحك على شخص معين في مشاعره والفترة معين. بالظبط. وفقدان الثقة يا ندى، فقدان الثقة ده يعني ده اصعب السلبيات اللي بتحصل، لان الطرفين يعني ما فيش ما بينهم رصيد للعلاقة ان هو اللي يكمل مثلا. يعني مثلا بتحصل في ما بينهم مشاكل كتير، ما فيش اللي هو طرف يعدي للطرف التاني، او مثلا ان هو بتبقى فيه ألفة ما بينهم ان هم يعني عشان خاطري اللي هي زي اللي احنا بنقولها طبيعي كده عشان خاطري مثلا الموضوع ده والكلام ده، فهم اصلا ما بيبقاش فيه مشاعر ما بينهم كافية للدرجة دي يعني. عشان صورة الجواز اتهزت بينهم. ده ساعات بيؤدي لايه كمان يا ندى لما بيحصل يا سارة؟ بص هو بيحصل طبعا احنا بنطلع جيل للأسف غير سوي. تمام، لان يعني كيان الأسرة نفسه مش عايش في حياة صحية أسرية، لان الاساس غلط، الاساس مش مبني على حاجه من 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 جوه، نبع من جوانا حاجه عشان اهداف معينه، والهدف ده متغير او زائل طبعا بطبيعه الحال، لان طبيعه الحال متغيره. يعني احنا مفيش حاجه في الدنيا ثابته، الدنيا بالظبط الدنيا بتتغير كل يوم عن التاني، ظروف، شخصيات، نفسيات، احوال، العالم كله بيتغير، فطبعا ده كله بيزول. بالظبط، وده بيخلينا نوصل برضو لسلبيات الجواز المصلحة. الحكم الشرعي ليه نقوله بسرعة كده، هما اختلف الآراء في رأي، وده الأغلبية ان هو بيحرم جواز المصلحة لأنه بيفتقد لشروط الجواز اللي هي الألفة والمودة، وإن هو قايم على تحديد مثلا فترة معينة، مفروض إن الجواز قايم على الاستمرارية. وفي قلة قليلة من رأي الأئمة بتحلل الجواز على أساس إنه على طالما على سنة الله ورسوله، وإن في حديث للرسول بيقول تنكح المرأة لأربع خصال، لدينها، لجمالها، لحسبها، لمالها، فعلى هذا الاساس. بس ده راي قليل جدا، مش بيؤخذ بيه قوي مثلا او يعني في مواقف او ظروف معينه، خلينا نقول نحددها شويه. بالظبط، لان في الاخر الجواز ده نهايته يعني نهايه جواز المصلحه، نهايه الجواز المصلحه كلنا عارفينها ان هي بتبقى طلاق. بعد ما احنا قلنا السلبيات وكل اللي احنا قلناه، خيانه
وعدم استقرار اسري وجيه وعدم ثقه وعدم حاجات كتيره، ده كله بيؤدي للطلاق. دي نهايه معروفه للاحداث كلها. كلامك صح، وده تحس ان هو ده بيصلح الغلطه اللي انت عملتها في الاول، بس طبعا ساعات بتبقى تو ليت او متاخر قوي، بيبقى خسائر كتير، بتبقى الخسائر كتير في المشاعر، في حتى ما بين الناس، ما علاقاتها ما بينها وبين بعضيها. بالظبط، بيأثر على الشخص نفسه اللي في العلاقه، بيبقى طالع من العلاقه نفسها اصلا عايز فتره ان هو يرجع تاني زي الاول. او يرجع يعالج نفسه زي الاول، او بيشوي صوره الجواز عامه في عينيه، تبقى في عقده، يبقى عنده عقده ان هو مش عايز يتجوز تاني. يعني هو مش عنده استعداد ان هو يتجوز، شايف ان هو خلاص دخل خلاص ثقته وقلت في الناس كلها، ومش قادر ان هو يدي ثقته في حد تاني. صح. يعني خلاص هو دخل في مثال وحش، فشايف ان كل بقى الامثله الناس التانية كلها زي بعض، وان هي كلها قايمه على مصالح. بالظبط كده، زي ما بتحصل كتير اصلا، في مصالح كتيره ما بين الاصدقاء وبين بعضيها، دي معروفة. طب ما تتكلميش في الموضوع ده بعد الحلقه. مش بس والمصالح يا جماعه، مش بس فلوس، يعني فيها في حاجات تانية كتير، نفوذ وسلطه. وزي ما قلنا اوقات كتير جدا بيبقى تقليد، كلها اسباب في الاخر مع الاستثناءات القليله بتؤدي الى النهايه. تقليد بين البنات كمان ممكن. بس صح. يعني اضيف وكملي. طبعا تقليد بين البنات اكتر بنسبه اكتر. التقليد بين البنات اكتر، لان هم بيبقوا عايزين يشوفوا مثلا دي صاحبتي جات لها الشبكه الفلانيه. صح. انا ليه ما يجيليش الشبكه دي؟ يا نهار اسود، ده انا لازم يجيلي الشبكه دي النهارده. والمهر بتاعي ولازم اعمل شرح في حته معينه يا جماعه، ولازم اشتري العفش بتاعي من المحل الفلاني. طب يا حبيبتي كل ده لو نفضتي له ودورتي على الانسان، الشخصيه نفسها اللي هتكملي بقيه معاها حياتك كلها. بالظبط، نرجع ونقول برده ان هو سبب نفسي بحت. انا من جوايا لو ما عنديش تصالح مع نفسي وما عنديش ثقه في نفسي، خلاص طبعا انا هخش في الكمين ده. بالظبط، ده اكيد، وده بيحصل ناس كتيره. بس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني، نكمل كلام.